بنبتدي دايما بان شعارنا هو الحب، بنقول لقد بدا وجودنا بالحب، فالنفخه من روح الله لتهب ادم الحياه كانت قمه الحب، واستمرار وجودنا ايضا لا يتحقق الا بالحب. احنا بنتكلم في مدرسه التحليل التفاعلاتي اللي هي ترانزاكشنال اناليسيس، وكنا اتكلمنا عن مؤسس المدرسه ديت وقلنا ان هو إريك بيل، وقلنا ان هو عملها في الخمسينيات من القرن الماضي، والمدرسه ديت استخدامها متسع جدا لدرجه انها بتستخدم في العلاج النفسي وفي الارشاد النفسي العلاجي وفي الارشاد النفسي الزواجي وفي الارشاد النفسي التعليمي وفي تنميه الجماعات والمؤسسات والتنمية الإدارية. يعني كل ده بتستخدم فيه المدرسة دي، فاستخدمتها هائلة جدا، وبعدين سهلة في تناولها بحيث انها حتى لو معالج مبتدئ بيقدر انه ايه يمارس العلاج النفسي بيها. لكن ايه الاساس لمدرسة التحليل التفاعلاتي؟ طبعا هو اهتم بالديناميات النفسية الداخلية في صورة التفاعلات بين الذوات الثلاثة أو حالات الأنا الثلاثة اللي احنا بنقول عليها ايجو ستيتس، اللي أخذها كمكونات مقابلة لسيجموند فرويد، وقلنا اللي هي الهوى اللي هو الطفل، والأنا الأعلى اللي هو الأب، والأنا اللي هو الإيه؟ الراشد. ولكن هو ما توقفش عند التكوين والذوات دي لوحدها، لكن هو دخل التفاعلات بين الناس عشان يكشف ويورينا الشخصيات ونعدل الشخصيات ازاي. فالشخص بيتعامل ازاي مع المحيطين بيه، وبعدين حالات الانا اللي بيتعامل بيها اللي بتأثر في موقفه. يعني لو شفنا آية اللي كانت قدامنا وخدت موقف الطفلة وعملت إلكتف ميوتيزم، لو شفنا الموقف ده نعرف إنها بتعمل ده كتير، بس هي بتعمله كتير ليه؟ لأنها دايما بتتعامل من قبل الأب والأم على إنها إيه؟ طفلة، فهي عايشة في موقف الإيه؟ طفلة، ما بيعودوهاش إنها تبقى راشدة، ولا بيتعاملوا معاها بموقف ندية، طول الوقت بيدوها على دماغها ويعملوها على انها ايه؟ عيله وما بتفهمش حاجه، وهم بس اللي ايه؟ اللي صح. وبالتالي كانت عايشه بدور الطفله اللي بتعمل على روحها، واللي بتتشكك في انها بتذاكر صح ولا غلط، اللي هو الوسواس، ها؟ ونقص الاحساس بالذات، نقص الثقه بالنفس، نعم منخفض. فكل ده نتيجه ايه؟ نتيجه التعاملات بتاعه الاخرين معاها. لان انت ما بتعامل ابنك على انه طفل، بيعيش في دور الايه؟ الطفل. هدى الوقت لما بقت امها متحمله عنها المسؤوليات، بقت عايزه تعيش في دور الايه؟ الطفله. امي بتصرف وانا مش محتاجه ان انا انزل الشغل، فانا هقعد في البيت وانام. مش ده اللي حصل؟ لسه قايله الكلام ده دلوقتي. هل احنا هنسيبها انها تعيش في الدور ده، ولا هنساعدها انها ايه؟ تتكيف وتنضج؟ تحليل التفاعلات دي طبقا للتاريخ نمو الشخص هيخليه ايه؟ افضل. فاحنا عارفين ان هدى اصلا كانت ايه؟ ناضجه وبتتحمل مسؤوليات، وكانت بتتعامل بشكل راشد، وكانت بتدير فروع في ماكدونالدز. انما لما ترجع دلوقتي الطفله يبقى ده ايه؟ بيسميه فرويد نكوص، وهنا بيسميه إريك بيرن ان ده نزول او نكوص الى موقع الايه؟ الطفله اللي ما بتتحملش مسؤوليات. فهل نسيبها تعمل ده ولا لا؟ ادي الثلاثه بتوع مين؟ سيجموند فرويد، الاد اللي هو الغرائز، السوبر ايجو اللي هو الانا الاعلى، والايجو اللي هو الايه؟ الانا اللي بيستخدم حيل دفاعيه عشان يحل الايه؟ الصراع اللي موجود بين الانا الاعلى والغرائز. ادي الثلاثة بتوع مين؟ إريك بيرن. أهو آدي الأب بتسلطه أو حنيته، وآدي الإيه؟ الطفل بتلقائيته أو تكيفه،
وادي الايه الراشد. الراشد ساعات يستخدم حيل دفاعيه اهو زي ما عند فرويد بيستخدم حيل دفاعيه، هنا برضو بيستخدم حيل ايه دفاعيه. ايه بقى المفاهيم الاساسيه احنا قلناها قبل كده اللي هي حالات الانا اللي احنا اتكلمنا عليها، وتحليلات تحليل التفاعلات بين البشر، وده اللي هنبتديه النهارده، وبعدين السيناريو والتربيتات، وبعدين الالعاب المستخدمه بين في التفاعل بين البشر وبعض، والرسم البياني لحالات الايه الانا. المدرسه دي زي ما قلت لكم مدرسه سهله ولذيذه، لكنها عايزه فهم واستيعاب كويس عشان نعرف ايه نمارسها. ادي حالات الايه الانا، ادي البيرنت ايجو ستيت اللي هي حاله الابوه، ادي الادلت ايجو ستيت اللي هي حاله الرشد، وادي التشايلد ايجو ستيت اللي هي حاله الطفليه. دول الثلاث ايه حالات. لكن ايه بقى حاله الابوه؟ ده باختصار عشان بس افكركم باللي فات. الاب ده راعي ولا مش راعي؟ اللي بيبقى راعي للاخر ومتفاهم ومتسامح ومساند ومحب، ده بنقول عليه الكيرنج بيرنت اللي هو الاب الايه الراعي. ابو ابنها جوزها، ده اب كده يعني. عمر ابنها بيشوف ابوه كده، بيشوفه ايه؟ ده شايفه بالشكل ده، يعني ده اب لوام، مؤنف، موبخ، مهاجم، منتقد. هل هذه الصورة للطفل تخليه يحبه ويتوحد بيه ولا يرفضه؟ يرفضه. عشان كده الولد توحد بالنموذج الكويس اللي امه ايه؟ اللي هو الخال والجد، اللي هم فيهم الصفات اللي ايه؟ الراعية، اللي في حب، في قبول له، فيبتدي يتوحد بيهم ويبقى عايز يبقى راجل زيهم. لكن هل هو عايز يبقى راجل زي ابوه؟ ده لو كان مقتصر علاقته بابوه كان هيكره انه يبقى راجل ويحب انه يبقى ايه؟ ست. وللاسف الشديد كان بعد شويه هيتحول لايه؟ لست. طب حاله الرشد اهو، ادي حاله الايه؟ الرشد. عقل، توازن، واقع، مسؤوليه. دي حالة الايه؟ الرشد. دي اللي هي اللي بتتعامل مع الواقع، وفي نفس الوقت لها دور في التوفيق بين الطفل وبين الايه؟ وبين الاب. طبعا حالة الطفل لما بتسيطر، يعني هدى في موقفها النهارده وهي مش عايزه تشتغل، بتسيطر على تصرفاتها ايه؟ اهو دون مراعاة للواقع الايه؟ المشاعر والحدس الداخلي والانفعالات، ومن غير مراعاه للواقع الايه؟ الخارجي. طبعا ضربنا نموذج بمين؟ حماده عز. ايوه الام الراعيه زياده اللي بتحول ابنها الى ايه؟ الى طفل. هل تتوقف حالات الذات على سن معينه؟ يعني هل لازم الاب يبقى كبير في السن؟ ولا ممكن طفل يبقى سنه 4 سنين وضربت مثل بده المره اللي فاتت؟ وياخد الثلاث ادوار. فهو لما بيبقى بيعيط ومحتاج ياكل بيبقى طفل ملح وعايز ايه؟ تلحق امه بالاكل. لكن لما يبقى رايح الحضانه يشيل الشنطه وينزل يركب عربيه المدرسه والمشرفه تاخد ايده تطلعه العربيه يقعد جنب زمايله ويروح المدرسه في حضانه 4 سنين ويرجع شايل شنطته وزمزميته وكده، كده بيتعامل كطفل ولا كراشد؟ راشد بيتحمل مسؤولية. رجع البيت ولقى أخوه الصغير بيعيط وموقع على نفسه حاجات وكده، فبيعمل إيه؟ يطبطب عليه ويحاول يساعده في الحاجات اللي يقدر عليها ويسانده وكده، يبقى هو بيعمل دور إيه؟ الله، دور أب كمان، وهو سنه كام؟ 4 سنين. وقلت لكم على نموذج لواحد سنه كبير 60 سنة مثلا، وبنته متجوزة وجوزها اتخانق معاها. فقلت لكم انه لما هيتصرف بموقف الاب هقول لها المفروض ترجعي بيت جوزك دلوقتي وما عنديش بنات ايه؟
تتطلق. احنا جوازنا نصارى، البنت لها خرجتين، مره من بيت ابوها لبيت جوزها، والمره الثانيه للايه؟ للمقابر. ما عندناش حد يتطلق، امشي وما يسمع لهاش ولا يهتم بيها. فالبنت ايه؟ يا تروح يا ما تروحش، بس المهم ان ده موقف الايه؟ الاب اللي بيدي تعليمات. لكن لو هيتعامل معاها بموقف الراشد هيبتدي يتكلم معاها، يسمعها، هتشتكي من جوزها، هيسمع الشكاوى بتاعتها، وبعدين يبتدي يتناقش معاها فيها بحيث يساعدها انها ازاي تحل المشاكل مع جوزها. كده هو بيتعامل معاها ناضج لايه؟ لناضج، مش كده؟ ما تعملش معاها كأب لايه؟ لطفل. لانه لما قال لها امشي روحي شوف بيت جوزك، ما عندناش حد يطلع كده، تعمل معاها ايه؟ اب مع طفل، مش كده؟ لكن الحاله الثالثه انه ايه؟ سمع كلامها، بقى هو عمل فيك كده، بقى شتمك ابن الايه وضربك كمان، ده انا هخلي وقعت سودة يروح لايه؟ لجوزها يتخانق معاه ويضربه، والاثنين يروحوا لقسمه. شغلانه طويله جدا، لانه اتصرف بموقف الايه؟ الطفل. يعني راجل سنه 60 سنه وتصرف كايه؟ كطفل مش كناضج. فهنا حالات السن شفنا النموذج بتاعها. هل بتتواجد الذوات الثلاثه مع بعض؟ ايوه بتتواجد مع بعض، وده بنقول عليه تلوث. والتلوث ده ممكن الراشد يتلوث بالذات الطفليه فيفسر الواقع بمنطق الطفل. يعني مثلا دلوقتي هدى ناضجه ورايحه الشغل، وبعدين لقت اتنين في الشغل من اصحابها بيضحكوا على جنب، فتقول ايه؟ الطفله اللي جواها تعلى وتقول لها ده بيضحكوا ايه؟ كده ايه؟ كده الراشد بتاعها تحول الى ايه؟ تلوث بذات الطفل. وهنا هتحب الشغل ولا هتهرب؟ هتهرب من الشغل. هل يمكن انه تستبعد ذات من الباقيين؟ ممكن تستبعد. يعني وده بنقول عليه اكسكلوجن، لما تسيطر حاله من حالات الانا وتستبعد الايه؟ الاخرين. يعني يبقى الراجل اللي كان ابو جزء امينه ده بيستعمل الراشد ولا بيستعمل الطفل؟ ولا هو على طول مستعمل دور الايه؟ متبرمج بالطريقه اللي ايه؟ اللي لقنوها له. فمتبرمج وماسك واخد دور الاب. هل هو واخد دور الاب الراعي ولا دور الاب اللوام؟ اللوام القاسي. فهو متبرمج، فهو في الحاله دي مستبعد كل الايه؟ مستبعد الطفل ومستبعد الايه؟ الراشد، وماسك في دور الايه؟ الواد ما اخر الصلاه عن ميعاد، هقول له انت كافر. الله. وبعدين الواد مش عارف عمل ايه، يقول له انت مشرك. الواد اتاخر في الحمام شويه، اقول له يا سافل يا قليل الادب يا مش عارف، ويفضح الدنيا. ده هنا مسيطر عليه دور الاب، وما بيسمحش لاي جزء من الذات انه يدخل معاه. اهو ده اللي سيطر ذات الوالدين اهو. فهتفرض الاوامر والنواهي. مش هو كان بيعمل كده؟ مش كل كلامه مع الواد كده؟ وهي بتحاول تخليه ينزل لموقع الراشد ويفكر بعقله، لكن هو ما بينزلش. عشان كده هو عايش في ايه؟ اهو عايش في دور الاب وشاطب على الايه؟ الاثنين دول. الا لو سيطرت ذات الراشد بقى على الشخص، هل الراشد لما يسيطر ويلغي الاثنين التانيين هل ده صح؟ برضه مش صح، لانه كده بيبقى ايه؟ اخذ شكل كانه كمبيوتر، روبوت متبرمج، بيتصرف بتصرفات منطقيه وبيتصرف بنطق ومسؤوليه و و و، لكن ناشف ودمه تقيل وما بيعرفش يقول نكته يفتح نفس اللي معاه بيها، ولا كل حاجه عنده ايه؟ واقع ومسؤوليه وجاف كده، مفيش عواطف. ها؟ بيتعامل دايما بالمنطق، ودايما يحرج اللي قدامه بالمنطق بتاعه، وما بيديش عواطف، ما بيديش انفعالات. ففي الحاله ديت هيبقى سيطره الراشد سيطره ايه؟ مرضيه، لانها لاغيه الجزء الحاني في الاب، اللي المفروض لما يرجع من الشغل ويلاقي مراته بتعيط يطبطب عليها وياخدها في حضنه. هنا عمل الاب الايه؟ الراعي.
انما ده يرجع من الشغل لا بتعيط، بتعيطي ليه؟ ايه اللي حصل؟ وبيتكلم معاها كانه هو محقق وكيل نيابه. ها؟ فبالمنطق، فطبعا المنطق بتاعه مش عاجبها فتعيط اكتر، بلاش شغل عيال، كلمي معايا بالمنطق زي ما بتكلم معاكي كده. ده ايه؟ ده متبرمج، مفيش عنده عواطف. انما لما يلاقيها بتعيط وطبطب عليها وخدها في حضنه هتبتدي ايه؟ تهدى، وتبتدي بقى ايه؟ هتقدر تتكلم معاه وهيقدر يرفعها الى موقع الناضجة، بس بعد ايه؟ بعد ما الطفلة اللي جواها تهدى زي ما هنشوف دلوقتي. اذا سيطرت بقى ذات الطفل على الشخص هتعمل ايه؟ ها؟ هتستبعد ده بيعمل تصرفات تلقائية عفوية مش كده؟ او يعمل زي هدى ماك عايزة تعمل كده. انت بتقولي روح اشتغلي، فانا ايه؟ اروح اشتغل. انا طفلة ايه؟ متكيفة بسمع الكلام. لكن بما اني بنقفل الباب ده عشان الصوت اللي جاي من بره، لكن بما اني بعمل حاجة انا مش مقتنعة بيها، فانا النوم هياخدني وهاستغرق في النوم وهتأخر عن مروح الشغل، وانا كده ليا عذر لان ده غصب عني. لكن هي حقيقة واخدة موقف الطفل اللي بيهرب وبيتصرف بعفوية. هنا ادي الطفل اهو، هو لغي الاثنين الايه؟ التانيين. طيب هل يحصل استبعاد؟ اهو طبعا الطفل بيعمل كده، الانفعال والمنطق وغياب الموضوعية وعدم الخضوع للواقع ومش متحملة مسؤولية. بتقول لك انا ايه؟ بيدوني جزاءات وانا بفكر اقعد من الشغل و و و وحاجات كده، وكل ده عشان تعمل مشروعها الخاص. طب كيف تسيطر ذات الطفل في حالة مرضية؟ هنشوف نموذج لحالة مرضية حصلت فعلا. دي كانت تلميذة في مدرسة التمريض في مستشفى الحسين الجامعي، وبعدين زي ما انتم شايفين كده شافت مريض واخد سكينة هنا شايلة نص وشه والدم عمال ينزف، فأول ما دخل الاستقبال وشافت منظر الدم راح مغمى ايه؟ عليه. فطبعا شالوها وراحوا بيها، بدأوا ايه؟ يخرجوها من قسم الطوارئ ده اللي هو الاستقبال، وودوها لطبيب باطني في العيادة الباطنة، فحصها لقى كل حاجة ايه؟ طبيعية، الضغط والنبض وكل حاجة طبيعية، وفاقت، فجابوها لعيادة الايه؟ الطبيب النفسي. شوفوا بقى الطبيب النفسي اتعامل معاها ازاي؟ طبعا هو شخص حالتها على ان دي رهاب ايه؟ دم. فطبعا رهاب دم هنا هيتعامل معاها على طول كناضجه، ولا لازم الاول يقبل الطفله اللي خايفه ومرعوبه لدرجه اغمى عليها؟ ها؟ ما تردوا. يقبل الطفله اللي مغمى عليها من كتر الخوف من منظر الايه؟ من منظر الدم. فهو قبل الطفله وبدأ ايه؟ يسمعها وخلاها تفرغ انفعالاتها وخوفها من الدم، وخلاها تتكلم عن خوفها من الدم وتاريخ الخوف من الدم معاها. كده رجعنا لايه؟ للطفوله. الطفوله دي بتاعت مين؟ بتاعت فرويد. نرجع للطفوله عشان نشوف تكون الايه؟ الاعراض المرضيه. لكن في نفس الوقت حصل تشريط، التشريط ده بتاع مين؟ بتاع المدرسة السلوكية. ها؟ يعني شوفوا احنا ما بنستعملش مدرسة واحدة عشان يضحكوا عليك ويقول لك تعالوا خدوا كورس سي بي تي وادفعي 6000 جنيه وهتبقي معالجة نفسية. يضحكوا عليك لأنه السي بي تي لوحده ما ينفعش. لازم يبقى معاك فهم لكل الايه؟ اللي احنا بنعمله هنا. ان احنا بنشتغل بكل المدارس وبنشرح مدرسة، ولما نخلصها بنخش على المدرسة الايه؟ التانية. فاحنا بنتعلم الكل. فهنا بتتكلم عن خبرات الطفولة بتاعتها المرتبطة بايه؟ بالخوف من الدم، وازاي حصل التشريط اللي هو الارتباط بين الايه؟ بين الدم والخوف. كل الكلام تم مع ايه؟ من مين؟ من المعالج. وطبعا الطبيب قبل المخاوف بتاعتها وما رفضهاش واحترم خوفها. الجزء الثاني بعد ما فرغت مخاوفها واتكلمت عن انفعالاتها،
هيسيبها عايشة في دور الطفلة اللي خايفة؟ اهو تطبيق للمدارس دي يرفع الطفلة دي لموقع الراشدة. فهنا بدأ الجزء المنطقي ياخد دوره في عملية المعالجة، فبدأ يبقى في حوار متبادل بين مين؟ ما بيتكلمش معاها بقى لأنها طفل، لكن بيتكلم معاها على إنها إيه؟ ما إحنا طلعنا كل الإنفعالات واتكلمنا عن خبرات الخوف، والطفلة فرغت كل إنفعالاتها، فخلاص يعني إحنا إيه فهم؟ عرفنا اللي جوانا، فخلينا بقى نشغل إيه؟ بناءً على اللي إيه؟ اللي إحنا فهمناه. فهنا بدأت كالتالي بقى، خلينا بقى نشغل عقلنا ونفكر منطقيا كده. هو الدم ده انت خايفه منه ليه؟ هو الدم ده عباره عن ايه؟ ما تخلينا نفكر كده ونشوف اجابه على الاسئله دي. ايه الدم ده؟ فهي ايه؟ لانها طالبه تمريض ودارسه، فهتقول عباره عن سائل فيه بلازما وكرات ايه؟ كرات دم حمراء وكرات دم ايه؟ وصفائح دمويه، مش كده؟ فبيبقى رد المعالج الله، طب وهو ادم بيتكون من كده في حاجه تخوفك؟ يعني هل لو الدم بيتكون من البلازما وكرات الدم بنوعيها والصفائح الدمويه في حاجه تخوفك؟ مفيش حاجه تخوفني. يبقى اذا الخوف مش ايه؟ مش من الدم. اذا الخوف مش ايه؟ مش من الدم في حد ذاته. فانا كده بشغل عقل الايه؟ المريضة، وبخلي العقل بخليها تطلع من مستوى الطفلة الى مستوى الايه؟ اللي بتشغل عقلها. اه صحيح، ده يبقى مش الخوف مش من الدم، اذا كان عبارة عن البلازما وانا دارسة وعارفة وهو كده، فطب ايه المشكلة بقى؟ ده الخوف يبقى من حاجة ايه؟ من حاجة تانية. ايه بقى؟ ما يرتبط بيه من خبرات ايه؟ مخيفة. طب ايه اللي يرتبط بيه من خبرات مخيفة؟ دخلنا الايه؟ للكونديشننج. الكونديشننج ده موجود في المدرسة الايه؟ السلوكية. المدرسة التحليلية تقول لك دي خبرات معاشة، والخبرات المعاشة دي حصل لها كبت، وهذا الكبت طول ما هو موجود في العقل الباطن بيطلع أعراض مخاوف لأنه مش معروف، فمفروض إن احنا نعمل معالجة عشان نطلع الكبت فيبان، وإذا عرف السبب بطل الإيه؟ ده التحليل النفسي. إنما التاني بقى بتاع التشريط، يقول أدم في عرض مرضي يبقى ده ارتبط بإيه؟ بحاجة. يقول لها أول مرة اتعورتي حصل إيه؟ فتقول أول مرة زقت أخويا اتخبط في حرف السرير واتفتح حجمه ونزل دم، وأمي ها ضربتها، وضربتها إيه؟ فتحت حاجب الواق وشوهت شكله، مش كده؟ فالام ايه؟ ضربتها وبعنف. مريم حصل لها كده، عشان كده بتبتسم. فطبعا ايه؟ حصل تشريط خوف من ايه؟ الدم اللي طلع من حاجب الواد عمل لها ايه؟ رعب، لانه ارتبط بايه؟ بضرب مخيف ومرعب. يبقى اذا الدم مش هو المشكله، لكن اللي ارتبط بيه، انه ارتبط بالعلقه اللي خدتيها. فانت خايفه كل ما بتشوف الدم بتخاف، احسن ايه؟ تاخدي نفس الايه؟ العلقه بشكل لا ارادي. ها؟ ده التشريط بيقول كده والمدرسه السلوكيه بتقول كده. لكن طب قول لي ايه رايك بقى؟ ان احنا دلوقتي معانا قلم احمر اهو، وعايزك بقى ترسمي بيه ايه كده؟ ايه بقع الدم كده؟ رسم بقع الدم على الورقه البيضه بتاعت الرسم. طب كبري بقعه الدم كده. طب ايه رايك؟ ايه اللي يخوف الدم؟ اذا كان الدم زي ما انت قلتي عباره عن بلازما وكرات دم وصفائح دمويه، ايه اللي فيه يخوف؟ فكده وبدات ايه؟ تلعب بالقلم الاحمر وترسم دم بقعه واثنين وثلاثه، يعني الله. طب ايه اللي يخوفك في ده؟ لو اعتبرنا ان ده الدم، هل ده يخوفك؟ مفيش، ما يخوفنيش. يبقى احنا كده طمنا الايه؟ الطفله اللي جواها اللي كانت مسيطره وكانت على وشك انها ترجع للايه؟ للطفله تاني، فاحنا بنرفعها تاني للايه؟ للراشده، بنطمنها. فطبعا هديت والناضجه ايه؟ سيطرت، وبقى المنطق هو اللي ايه؟ هو اللي شغال.
طيب ايه بقى اللي يضرنا لو شفنا دم؟ اذا كان اهو دمنا بقى حمراء هي تعتبر دم، لون الدم وهي دم تعتبر دم. ايه بقى اللي مخوفنا بقى من كده؟ ايه اللي يضرنا؟ ها انا تخيل كده فتبتدي تقول لا ما يضرنيش حاجه. الله، يبقى اذا الخوف كان من ايه؟ من العلقه اللي انت ضربتيها لما اخوك اتعور والدم نزل من حجمه. لكن الدم نفسه ملوش ايه؟ ملوش مشكله. فتبتدي ايه؟ احنا بقى ناضجين والدم عندنا مش بنخاف منه. طب ايه رايك بقى زميلتك هتجيب بقى قطنه دلوقتي متعصى دم وهتجيبها وتيجي، ايه رايك؟ ممكن تيجي؟ فطبعا الطفله ايه؟ هتبتدي تطلع، فعن ايه؟ هنشغل ايه؟ الناضجه. ف هنبتدي، وبعدين انت ما انت عرفتي خلاص ان الدم سائل زي اي سائل ومش هيعمل لك حاجه، والقطنه اللي متعاصه دم مش هتعمل لك حاجه، ومحدش هيضربك لانه اصلا ده ارتبط بالايه؟ بالضرب. فالمشكله كانت في الضرب مش في الدم. فاحنا بنفك الايه؟ الكونديشننج، وفي نفس الوقت بنعمل طمأنه للطفله ونحولها الى ايه؟ الى ناضجه. فطب ممكن صاحبتك اللي ماسكه قطعه القطن اللي مصعصه قدام دي ممكن تقرب شويه؟ ممكن تقرب شويه. طيب هنخليها تقرب، ايه رايك؟ انت لسه خايفه؟ لا خلاص مفيش خوف. هو ايه؟ احنا ما بنخافش لانه الدم ما فيهوش مشكله. فصاحبتها قربت وقربت لغايه ما ايه؟ ما هي مسكت قطعه الايه؟ الدم، قطعه القطن اللي متعاصه ايه؟ دم، وما بقتش ايه؟ خايفه منها. فانا كده عملت سلب للخوف واستعملت ايه بقى؟ لما نشوف كده حاله المريضه الطفله اللي تواجدت لما طمنها المعالج وقبل خوفها وبدا يعمل على ان الذات الراشده هي اللي تسيطر، كانت النتيجه ان حطت نفسها في الواقع واتعاملت بمنطق ومسؤوليه واختفت الايه؟ رهاب الدم اختفى من خلال كام جلسة، لأن البنت دي كان مستقبلها هيضيع، لأن كانوا يرفضوها من المدرسة، لأن دي ممرضة لازم تتعامل مع الإيه؟ ده بتسحب عينات دم مش كده؟ عشان توديها المعمل، ها؟ وبتدي حقن وتقف مساعدة في عمليات جراحية وتشوف الدم قدامها قد كده. فدي واحدة من اتنين، يا تتعالج يا تترفد من المدرسة، مفيش حل تاني. فعشان كده كان عندها الدافع القوي انها ايه؟ تتعالج. فعشان كده خفت وفي عدد محدود من الايه؟ من الجلسات. احنا قلنا انماط ذات الطفل اللي هو الطفل المتكيف والتلقائي. دي هدى لما بتسمع كلامي وتنام، هل هي كده طفل تلقائي مبدع ولا طفل متكيف؟ لكن متكيف بشكل سلبي. هو في تكيف بشكل ايه؟ وفي تكيف بشكل سلبي. فهي متكيفه بشكل سلبي. الجزء المبدع فينا هو ايه يا جماعه؟ الطفل طبعا، لان الطفل ده مرتبط بالعقل الباطن قوي، وهو اللي بيجيب من البيرسونال انكونشس ومن الكولكتيف ايه؟ انكونشس، اللي هم بتوع مين؟ بتوع يونغ. فبيبتدي يجيب منهم، وزي ما قلت لكم الطفل دايما جواه احساس واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل. يعني بيبقى حريص عشان يميز نفسه انه لازم يعمل حاجه ايه؟ جديده. فده حريص انك تعمل حاجه جديده، وهو طبعا اللي عمل الفيسبوك ده مش دي حاجه جديده؟ انتوا عارفين انه اغنى اغنياء العالم دلوقتي؟ بتاع الفيسبوك اغنى اغنياء العالم. يعني ملياردير عدى بتاع المايكروسوفت، عدى بيل جيتس، ها؟ فدلوقتي بقى هو يعني اغنى اغنياء العالم بايه؟ فكره طفل طلعت في دماغه وابتدى يشغل الراشد فيها اهو. فكره الطفل تخيل انه ايه؟ الله، ليه العالم كله ما يتقابلش في حته ويتكلم؟ فاشتغل الراشد وتبنى الفكره واشتغل عليها وبقى ابداع، وبقى عامل الفيسبوك، وبقى ملياردير، عقبال ما ايه اللي بيحصل لو حصل
التلوث والاستبعاد للشخص. يعني شخص حصل ان تلوث جزء من الشخصية بتاعته واستبعد بقية الاجزاء، هتبقى مرضية ولا يبقى تواجد ايجابي؟ لا مرضية، لانها بتبعد الاجزاء الاخرى فبتبتعد عن الصحة النفسية، يعني التوازن بيختل. عشان كده بفكركم بالعالو يوم اللي هو الايه؟ الماسك. لانه في ناس بتمسك في الماسك وتنسى بقية الايه؟ الحاجات. الجزء امينة لابس اي ماسك يا جماعة؟ يعني لابس ماسك الايه؟ الراشد، ولا لابس ماسك الطفل، ولا ماسك لابس ماسك الاب، واي اب؟ الاب القاسي اللوام، مش كده؟ فده نموذج للايه؟ للشخصية المرضية. هي حتى نفسها امينة كانت بتقول هو اللي عايز يجي ايه؟ يتعالج لانه مريض. هو ده اللي بيحصل. عشان كده بنقول الصحة النفسية بتبقى توازن بين الثلاثة اللي هم ايه؟ دول. توازن بينهم. الخطر انه يحصل توحد كلي مع القناع، ويبقى واخد حتة، واخد دور الاب مثلا او الام، ومتقمصه وعايش فيه. ابو آية وام آية الاثنين واخدين دور الايه؟ الاب والام، ومتقمصينهم وعايشين فيهم. مش حد فيهم بيعترف لآية انه ايه؟ اسف. هو دايما صح، وهما اللي هي اخواتها اللي ايه؟ اللي غلط. فده هل ده صح ولا ده بيخليهم يختلوا وما يبقوش حقيقيين؟ ده اهو. عشان كده بنقول الشخصية هتبقى أحادية الجانب. الكلام ده بتاع يونج يا جماعة، وقاسية ومغتربة عن اللي حواليها. وقلت لكم على شخصية أحمد زكي في زوجة راجل مهم، لما كل اللي بينطبق عليه انه ضابط عم دولة، لكن مجرد ما اتشالت منه الوظيفة خلاص مات، ما بقاش، لأن هو كان كله تحول إلى هذا الماسك، ما بقاش بني آدم. عشان كده لما اتشالت منه الوظيفة انهار وانتحر. عشان كده بنقول له ايه؟ اخلع غماك يا طور، وارفض تلف، واكسر تروس الساقية، واشتم وتف، قال بس خطوة كمان وخطوة كمان، لوصل لآخر المشوار للبير يجف وعجب. طبعا التناوب المتوازن بين الزوات اللي هم الثلاثة دول هو ده الصحة اللي ايه؟ النفسية. وده اللي بيستفيد من الواقع. هل في مراكز في المخ لكل ذات من دول؟ قلنا الطفل هيبقى في الجزء العاطفي اللي هو الجهاز اللي ايه؟ الانفعالي. والثلمس والهيبوثلمس والماميلاري بودز والاميجدالا والهيبوكامبس. اما السيريبرال كورتكس يبقى ايه؟ السيريبرال كورتكس هتبقى ايه؟ الراشد، عشان دي اللي فيها التفكير. انما بقى ذات الاب للاسف الشديد مراكز الذاكره اللي هي دي مراكز الذاكره في المخ اهي، البيزل فور برين، الميديال تيمبورال لوب، والداين كيفالون، هنا الاميجدالا والهيبوكامبس، دول ذاكره وذاكره انفعاليه، وبعدين الثلمس والماميلاري بودز دول ذاكره انفعاليه اللي مختزنه فين؟ في عقل الام او في عقل الاب اللي هو متبرمج. جزء امينة ايه؟ متبرمج. عمال يقول لا، الواد يتاخر في الصلاه يقول له انت كافر. الواد بياكل بايده الشمال يقول له يا كافر، مش كده؟ راح الجيم يعني ده, ده 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 كل تصرف خلاص بيبقى ايه؟ كفر. يعني ده التكفير وايه؟ بتوع التكفير والهجرة، عارفين بتوع التكفير؟ هو تقريبا زيهم، لأنه بيكفر الواد على أتفه إيه؟ أتفه حاجة. التفاعلات الإنسان بقى أهي، أدي تفاعلات الإنسان، يا إما على المستوى الداخلي يا إما على المستوى بين الإيه؟ بين الأشخاص. المستوى الداخلي اللي هو ده أهو، بين الإيه؟ الأب والطفل والإيه؟ اللي هو ده أهو، تفاعل دول اتنين مع بعض ودول اتنين مع بعض ودول. فدايما احنا في حاله تفاعل داخل نفسنا، بس ده تفاعل ايه؟ داخلي. ده حوارنا الايه؟ الداخلي، اللي احنا ما بنوريهوش لحد، اللي احنا بنعيشه بيننا وبين نفسنا. لكن واحنا بنتكلم مع هدى احنا بنكشف هذا الحوار الايه؟ الداخلي.
وبنوريها ان الطفل اللي جواها بيقول للراشد ايه؟ نام. وفي نفس الوقت بيقول للاب اللي بيدي المفروض وبيدي القيم قول ما عليش حاجه وام هي اللي غلطانه عشان مش عارف ايه ويتنحى عن المسؤوليه لانها واخده موقف الايه؟ الطفل المتكيف السلبي مش المتكيف الايه؟ الايجابي. طيب ايه انواع التفاعلات بقى بين البشر؟ في تفاعل بسيط وفي تفاعل متقاطع وفي تفاعل لايه؟ خفي زاوي. ايه الكلام الغريب ده؟ احنا بدانا نخش بقى في عمق الايه؟ المدرسه والالعاب بتاعتها. فانا هوريكم بس نوع واحد منهم عشان كده افتتح بس الايه؟ التفاعلات، لكن الكلام فيها كلام يعجبكم قوي وبيحل كل المشاكل لو فهمناه وعرفنا ان احنا نحلله تحليل صح. طبعا التفاعل البسيط بيحصل بين شخصين في نفس حالة الايه؟ الانا. يعني ايه في نفس حالة الانا؟ هنشوف. او بيقولوا عليه التفاعل التكاملي. تكاملي يعني ايه؟ اتنين بيكملوا بعض. هنشوف النموذج اهو. ادي اب وادي ايه؟ ادي رئيس مصلحة ها؟ وادي ايه؟ موظف عنده. فالحوار خلصت التقرير ايوه ايه؟ خلصت. هنا ناضج مع ايه؟ مع ناضج. كده ده تفاعل ايه؟ على نفس المستوى منطقي تكاملي. مفيش عندنا مشكلة لأن ده تفاعل ما فيهوش مشاكل. نشوف نوع تاني برضه في نفس النوع اللي هو التفاعل الايه؟ البسيط. ادي تلميذ مع تلميذ تاني. اهو الطفل اللي بده بيكلم الطفل اللي بده لان الاثنين ايه؟ تلامذه. هيقول له ايه بقى؟ ما تيجي ايه رايك تيجي تشوف معايا الماتش؟ فالتاني يقول له ايه؟ انا عايز كده فعلا. فكده ده حوار ايه؟ طفلين مع بعض متكيفين، قصدي الاثنين متكاملين في التفاعل. كده مفيش ايه؟ مشاكل. خلي بالك ادي اب وادي ام. هنا بقى مش ايه؟ مش طفلين، ده هنا زوج وايه؟ وزوجه. ادي الزوج بيكلم الايه؟ الزوجه. والزوجة بترد على الايه؟ على الزوج. بس ده تفاعل بسيط. فهو بيقول لها مفروض الاولاد هما الاثنين متفقين، مفروض الاولاد يمارسوا رياضة بدل من العاب الايه؟ الموبايل. الاثنين متفقين وبيقولوا نفس الايه؟ نفس الكلام ومتفقين عليه. التفاعل كده ايه؟ بسيط. كده ما حصلش مشاكل لسه بين الراجل ومراته. انما المشاكل هتيجي بعد كده في التفاعلات اللي بعد كده. ادي تفاعل تاني. ادي كده اب وناضج وطفل، وادي ام وطفل وناضج. ادي ايه؟ اب وادي ايه؟ طفل. هنا الاب موجه الكلام للايه؟ للطفل. فهنا بيقول له انت خلصت الواجبات بتاعتك؟ ده مين اللي بيقول؟ الاب. فبيقول له ايوه يا بابا. وبعدين عايز العب شويه. طفل. فهنا تفاعل برضه ما فيهوش ايه؟ مشاكل. الاب قال له خلصت واجباتك؟ قال له ايوه خلصت، عايز العب شويه، خلاص العب شويه. كده تفاعل ايه؟ اب وطفل عادي، ما فيش مشكله. المشاكل بقى هتحصل في التفاعل الايه؟ المتقاطع. لكن انا اشفقت عليكم، مش عايز اشغلكم مشاكل اكتر من كده النهارده. هنتوقف ونقول ده المره الجايه وهنكمل بعد البريك الحاله ان شاء الله.